اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك يا إخوة من الفقه ألا تنشر كل ما تعلم، وإنما تنشر ما يحقق مقاصد الشارع. فبعض الناس الله المستعان لقلة علمه أو قلة حذقه يذهب يقرأ في الكتب، فإذا وجد شيئا غريبا أظهره للناس ويقول قاله العلماء. نعم قاله بعض العلماء، لكنه لا يثمر خيرا بين الناس. ولذلك هناك مسألة يا إخوة دائما أذكرها للإخوة، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بكلام لابد أن ينظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الكلام حقا، فلابد أن يكون ثابتا موافقا للشرع، وليس كل ما قاله الفقهاء، أعني بعض الفقهاء، موافقا للدليل. الأمر الثاني أن يكون القصد حقا، أن يكون قصدك من الكلام وجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون قصدك أن تكسب النساء، لا يكون قصدك أن تكسب الناس لأنك تأتي بأشياء غريبة ما يعرفها الناس، وإنما قصدك وجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يكون الكلام حقا في أثره، فيثمر حقا وينشر خيرا ويدل على خير. فإذا كان الكلام تترتب عليه مفسدة أعظم من مصلحته، فلا يجوز أن تتكلم به ولا يجوز أن تنشره.